ارتأت الجميع أنها تحتفل هذا اليوم هذا بتخليد للذكرى المسيرة الخضراء ذكرى 47. الأنشطة اللي ضمنت هذا اليوم هذا في هذا الاحتفال هو مقابلة بين قدماء البطولة الوطنية وقدماء الرحمة، وبطبيعة الحال فيها توزيع البدل الريادية على الأطفال المنخرطين في الجمعية، وفيها تكريم بعض الوجوه المنطقة السياسية ولا الريادية ولا الجمعوية. وكنشكروا الهلال الاحمر اقليم نواصر دار بوعزة على الحضور ديالهم، وبعد المنابر الاعلاميه اللي حضرت في هذا اليوم هذا. وبدورنا كنحيوا ابناء المنطقه اللي تهما يعني مدوا يد المساعده بمناسبه عيد المسيره الخضراء. احضروا اليوم الملاعب القرب التابعة لقطاع الشباب مدينة الرحمة دوري المدارس كرة القدم منظم من طرف جمعية إكسلونس لكرة القدم. حقيقة دوري كان ناجح وجمعية نشيطة، وتنشكر جميع المنظمين وتنشكر الجمعية على حسن التنظيم في تأطيرها لهذه الفئة من صغار مدينة الرحمة، وشكرا. كنشكر السيد حمداشي، كنشكر كذلك السيد عبد الهادي والسي نجيد، كنشكر الاخت العزيزه الاخت الام خديجه الزداوي، كذلك ما تنساش الاخت والعزيزه بهيجه وجميع الحضور، ما تنساش سي عمور الخادم الرجل الطيب بصراحه كان له الفضل، ما ننساش كذلك ونشكر السي عبد الرحيم اللي بصراحه وفر لنا جميع الوسائل ديال العلاج او ديال التدخل بينها السيارات ديال الاسعاف، كتعرفوا السيارات ديال الاسعاف باش تدخل عندك ماشي بسهل، والطاقم اللي جا معاه كممثل الهلال الاحمر. ما ننساش كذلك ونشكر الاباء بصراحه، الاباء اللي كيضحيوا مع وليداتهم وكيعرفوا